شوية شو. عشرات الآلاف من السجناء أطلقت الحكومات سراحهم في مختلف أرجاء الأرض. جائحة كورونا التي تجتاح العالم اليوم باتت تشكل خطراً داهماً على السجون. فالسجون بيئة مثالية لتفشي الفيروس الفتاك، وخاصة في الدول المكتظة سجونها بالنزلاء مع تدني الخدمات والرعاية الصحية. وبلغة الأرقام، قررت بريطانيا إطلاق سراح 4000 سجين، فيما أفرجت إيران عن 90,000 وأفغانستان عن 10,000 والجزائر عن رقم مماثل. وفي تونس أطلق سراح المئات، وهكذا في باقي الدول. أكثر من 50% من السجناء الأمنيين شملهم قرار الإعفاء المؤقت عن أكثر من 85,000 سجين. كما اتخذنا إجراءات احترازية في السجون كتعقيمها وتوزيع الكمامات والمعقمات بين السجناء. إلا البحرين، فالعائلة الحاكمة ترفض الإفراج عما يقارب 4000 سجين رأي ألقوا في المعتقلات بلا ذنب ارتكبوه، سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. السلطات الخليفية وبدلا من ذلك فإنها أخرجت مسرحية هزيلة بطلتها ماريا خوري ومدير سجن جو للتهرب من الإفراج عن السجناء. وزير الداخلية تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية حيال فيروس كورونا في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو، وعلى سبيل المثال تم إيقاف الزيارات للنزلاء وأهاليهم للحفاظ على سلامتهم. السلطات تصم آذانها عن النداءات المحلية والدولية، وخاصة تلك التي صدرت عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وعن الحملات المتضامنة مع السجناء، مخاطرة بأرواح آلاف البحرانيين الأحرار، وبما يهدد بوقوع كارثة إنسانية لربما هي الأشد في تاريخ البلاد. سبقية السجناء في مباني قديمة جدا كمبنى واحد أو مبنى أربعة، أو مباني محكمة الإغلاق ومعلومة التهوية كمبنى 12 و13 و14.